سعاد أختي. سعاد أنت تسكت وتلطم. أنت نسيت وش سويت يوم تخطب زوجك المصون؟ في شيء اسمه دين. وش دخل الدين في الموضوع؟ بسم الله. شو فيك؟ لا لا شو بقول معي والله. هلا دورك. سؤال ولا حكم؟ Let's do some action guys. هي نبي اكشن. ايوه وش تبين انت؟ اوكي تبغون اكشن؟ انا بختار حكم. وحكم ان فهد يشبك تليفونه على التلفزيون ويورينا اخر رساله جتها على الواتساب. وش كول عاداتنا العربية الأصيلة وتقاليدنا ما تسمح لنا نشبك جوالاتنا قدام الناس. يا يما لعبة اشبك مثل ما يقولون لك. هذا حكمي حكم لازم تنفذه. شبك انت وحرمتك. انبسطت انت زوجتك الحين؟ وعلى فكرة الحكم بيمشي عليكم كلكم، كلكم بتشبكون موبايلاتكم على التلفزيون ونشوف آخر رسالة جتكم على الواتساب، وحطوا جوالاتكم كلكم الحين على الطاولة عشان نضمن. شكرا يا صديقي على اليومين. فعلا انا كنت محتاج لها. الله يكرمك وكل عام وانتم بخير. شفتي يا الهي؟ اسفه حبيبي شكلي فهمتك غلط. بس على فكره ترى هو قايل لنا راح لاسامه وجلس عنده. قايل لك انا ما اكذب في الليل. وش رايكم قبل ما نكمل هاللعبه نسوي سيلفي ونصور صوره للذكرى يوم الحجر وليلة العيد 2020؟ يلا ابتسمي يما ابتسمي. انت ابتسم، هذا ابتسامة ولا تسلل؟ نكت مثقفين زي ما فيهم. لحظة ها جاتك رسالة، جات رسالة. صادق اشبك دورك اشبك دورك. لا يا ابن الحلال ماني بشابك يا ابن الحلال. اشبك انها مزمة تراك منفصل وعزوبي، عسى الله يرزقك بنت الحلال. اشبك وصول اللعبة اشبك مالك مناص على رايكم المثقفين. حبيبي خالد. حبيبي خالد طمني عليك، ذيك اسبوع ما اتصلت علي. أهلاً والله ذا الحصان مسوي شغل. انكفش يا أخوي، طمنها عليك يا حبيبي طمنها عليك. قل لنا من هي بالله، قل وش اسمها قل أقول رضا ربان عليك الأمان. من هي بس؟ سعاد أختي. سعاد من؟ سعاد بنتي؟ إيه يما. وش سوت سعاد؟ واحدة تزوجت على سنة الله ورسوله من زميل لها في الجامعة والرجل ما في شيء. تزوجت من ورانا وبدون رضانا. يا ميمتي سعاد فوق 30 وامرأة عاقلة وفاهمة، وبعدين تعرف وش مصلحتها فيه. يا ابن حلال لو تبي تزوج سعاد كان تزوجت من قبل. هي رفضت كل اللي جوها بحجة الدراسة، وفجأة ما شاء الله تبارك الله هناك تحب وتتزوج. أنت تعرف يا فهد أن كل الناس اللي تقدموا لها مضروبين ولا واحد يناسب لها. بعدين يا ميمتي من يقول أنها ما دعتنا للزواج؟ إلا دعتنا، بس أنتم عييتوا واتصلت، بس أنتم عييتوا تجون. وبعدين قلبتوا الموضوع شخصي، أنتم في شيلة وعار وقصص ما لها داعي. يا أخي ذا اللادم بجنني أنا. يا أخي شفيك أنت ما تحس؟ ما عندك إحساس؟ لا واللي قالنا أنه بارد كذا وعادي وراضي ما عنده مشكلة. أنا راضي ولا مو راضي مو بشغلي، أهم شيء تكون راضية عايشة حياة سعيدة ومبسوطة، وانتهى الموضوع وقفل. أقول كلام الكتب حقك والفلسفة ذا فكنا منها الله يرحم والديك، ما هو بوقته. في شيء اسمه دين. وش دخل الدين في الموضوع؟ يا حبيبي في قيم مبادئ احترام للمجتمع. بعدين تعال يا حبيبي العين لو جاء هذا الحين وش بتسوي؟ بيقول حياهم الله عيال جون. ايش بيقولون يعني؟ انت تسكت وتلطم. انت نسيت وش سويت يوم تخطب زوجك المصون؟ كانت الوالده الله يحافظها رافضه والوالد الله يرحمه، لكن اصريت انك تاخذها لانك رجال. والحين ما شاء الله تبارك الله زوجك المصون محل تقدير واحترام وكلنا نحبها. لكن سعاد لا، سعاد امراه، وهذه مشكلتكم الاساسيه. ما تتخيلون كثير أنا أحمد رب العالمين على وجودكم أنتم إخواني في حياتي.
الشيء اللي يمكن ما تعرفونه، لما أكون أنا هناك في أمريكا في عز انشغالي ودراستي وقاعد أحاول أن أرفع راسكم عشان تفتخرون بأختكم، تمر علي لحظات كذا أنا مرة أشتاق لكم وأشتاق لأمي، أحس بغيابها الله لا يحرمني منها حبيبتي. لكن أنا مؤمنة تماماً حتى في غربتي أن أنا عندي إخوان بالدنيا هذه كلها، سند وظهر يشجعوني ويدعموني ويقفون معاي. عارف أنا راح أقدر أحقق كل أحلامي بوجودكم أنتم. ألو، كل عام وأنت بخير يا بنيتي. يمه